خلينا نتكلم برضو عن هذه الأيام المباركة والاستعداد لاستقبال شهر رمضان. إزاي نشحن البطارية؟ إزاي نستقبل هذا الشهر؟ لأن إحنا مشحونين طبيعي، ممكن نفسيا وعصبيا، وضغط علينا من مدارس ومصاريف وارتفاع أسعار، والدنيا صعبة علينا شوية. إزاي في هذه الظروف الصعبة نستقبل هذا الشهر الكريم؟ أعاد الله عليكم وعلينا وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، زي ما تفضلت حضرتك وطرحت إن المسألة مش نستقبل شهر رمضان بالخزين أو بالطعام. وكثير من أهل العلم ومن مشايخنا الكرام لما بيتكلم عن الاستعداد لرمضان بيتكلم يتناول الموضوع عن كثرة صلاة وذكر وعبادة وقراءة للقرآن وصيام، ده شيء مشكور بلا شك. لكن يا دكتور أحمد اسمح لي إن المعنى الحقيقي في استقبال رمضان كثير من الناس يغفل عنه، ألا وهو لياقة القلب. لياقة القلب، لياقة القلب يعني إيه لياقة؟ ده مصطلح جديد أول ما أسمعه. هحاول أشرح وأتكلم مع سعادتك والجمهور. لياقة القلب، طبعا إحنا سعادتك لما يكون الجماعة اللاعبين في ماتشات الكورة وكده لما يجي يدخل على الدوري أو النهائي أو الحاجات دي، يعني لازم يحافظ على تمرينات معينة بما يتناسب مع الحاجة اللي داخل عليها عشان يقدر يدخل في المباراة ويطلع للكأس والكلام ده، فيحافظ على لياقة معينة اللي هي لياقته الجسمانية اللي احنا فاهمينها كلاعب كورة بالضبط، عشان يقدر يتحمل الدخول للمباريات دي. تمام. إنما احنا لا نحافظ على لياقة القلب، والأصل هو القلب لأنه هو اللي بيتحمل الطاعة. فمطلوب من حضرتك أن أنت تصلي وتصلي كثيرا في رمضان، تصوم وتصوم، تذكر الله تذكر الله، تقرأ القرآن تقرأ القرآن ختمة مرة واثنين وثلاث، بتحمل الجوارح البدن، بتحمله طاعات كتيرة، وبيبقى في القلب رصيد قليل خالص في القلب، فبتسحب الرصيد ده فتقع في نص رمضان أو بعد رمضان. يبقى الأصل عندي القلب. وما سمي القلب قلبا يا دكتور أحمد إلا لكثرة تقلبه. القلب لغة قاف ولام وباء، قال ابن فارس وهو من فرسان لغة، وهو أصلان صحيحان يدل على أصل الشيء ولبه. القلب يعني أصل الشيء ولبه. ويأتي أيضا بمعنى الفؤاد، والعلماء قالوا أن الفؤاد هو غشاء القلب أو نصف القلب. ويأتي أيضا بمعنى العقل، قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا هتكلم عن القلب لغة واصطلاحا وتشريحيا، وهتكلم عن ذكره في القرآن والسنة، هتكلم عن الكلام ده كله واحكي الموضوع. لكن خلينا أبين لسعادتك وأبين للمشاهد الكريم القلب شكله إيه عشان نعرف المأساة اللي إحنا فينا، وأقدر أعالج قلبي قبل ما يدخل رمضان. طب أنا هستأذنك بس إحنا هناخد اتصال تليفوني من الأستاذ عبد الله ونرجع تاني نركز بقى في مسألة القلب شكله إيه وليه بيقول إحنا وضعه إيه وإزاي نقدر نعالج. وانا عاجبني قوي كلمه لياقه القلب، كلنا ده بنقول لك اللياقه الجسمانيه والجسديه والعقليه، انما القلب ده شيء مهم من الدكتور محمود قال لنا عليه. قال لي بيك يا استاذ عبد الله، بعتذر اني اتاخرت عليك، كل سنه وحضرتك طيب. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اتكلمت حاجه ثانيه. اتفضل براحتك، سؤالك ايه يا استاذ عبد الله؟ قانون الازهر 103 حذف 70% من السنه النبويه، 70% من التفسير، 70% من الفقه، 70% من الصوت عندي مش واضح، معلش يا ريت بس هيك تعلي صوتك بس وتفسر الكلام، يعني هيك سؤالك عن ايه بالظبط؟ اتفضل. الخط قطع. طب الخط دلوقتي هيك دلوقتي بتقولي وضع القلب بقى. وضع القلب ايه؟ وضع القلب وايه حاله وايه شكله والمفترض نهيئه ازاي وندخل بيه، ايه القلب بمعنى القلب اللي ندخل بيه في رمضان؟ تمام يا دكتور احمد، يعني هنمثل ان القلب بالكوبايه دي. تمام. ده القلب كده صفيا نقيا بهذا الكوب معدول، ده القلب. لما تيجي تحط معنى من معاني الايمان هنا كده، تمام. انما لما يعرض للقلب شهوه ولا شبهه بيضاب على عينه، فيبقى كما قال صلى الله عليه وسلم كالكوز ايه، مجغيه، مايل كده، تمام كده، بيبقى مايل القلب كده. فده أصل القلب إن هو بيكون معدول. إنما لما بيجي سعادتك للقلب المعاصي المعاصي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعرض الفتن على القلوب كحاض الحصي عودا عودا، أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. بص كده معايا يا دكتور أحمد، ده إيه اللي هنحطه بقى؟ ده كده بتدين دي المعاصي، يعني المعاصي والذنوب. المعاصي والذنوب اذا بتسود القلب او بتلوث. نكتت فيه نكته
سوداء، شايف القلب فيه موجود ايه؟ موجود معاصي، موجود ذنوب، موجود في حب للدنيا، موجود في احتراقات، موجود في توهمات للقلب، موجود في مشاكل. ده حال القلب اللي المفترض يدخل فين؟ في رمضان. لا يصلح يا دكتور احمد،